تحية لكل متابعينا متواصلين معكم بالتأكيد، وتحية لكل عشاق الربابة، هذه الآلة الجميلة التي توحد وجدان كل المحبين للموسيقى عبر آلة الربابة. ودائما احنا بنلقاها في كل ولايات السودان المختلفة، ليس حكر على قبيلة أو ولاية. حنتواصل بالتأكيد وفي هذه المرة إضاءات عن الأحداث الرياضية المهمة محليا وعالميا عبر الزميل والصحفي عثمان الأصباط. صباح الخير. صباح الخير عليكم، صباح الخير على مشاهدي الشروق. أهلا بك. نبدأ مباشرة من الهلال واستقباله للمحترف كونغولي جونيور، وهو تقريبا في خط المقدمة. ملف المحترفين يا صباط بصورة عامة في الهلال، وملف التسجيلات صحة العبارة، حوجة الهلال، خطوط الهلال، أين يحتاج بالضبط الترميم؟ الكل يرى أنه الدفاع يعني الآن الهلال لا يمتلك غير عمار الدبازين، محمد المعتصم، قلب دفاع رسمي في هذه الوظيفة. نعم صحيح، يمكن الحاجة الأساسية المحتاجة لها الهلال في خط الدفاع، على اعتبار أنه هو الحلقة الأضعف في الفريق الآن يعني، وخاصة أنه الهلال حيشارك أفريقيا. افترض كان مجلس الإدارة يهتم بأمر خط الدفاع، لأنه هو ينافس على في مجموعة صعبة جدا تضم فرق تملك مهاجمين مميزين ولا يملون المحاولة والتكرار، وشاهدنا يمكن الأهلي والنجم الساحلي. فبالتالي كان الأفضل والأنجح أنه يتم ترميم خط الدفاع، ومن ثم النظر لبقية الخطوط، لأنه هو الفريق محتاج لمدافعين. الهلال الآن يملك مهاجمين جيدين وطنيين، وليد الشعلة ومحمد موسى الضي، وحتى في حلول في خط الوسط يمكن استعان بها في خط المقدمة. فبالتالي كان الأولوية للدفاع، على اعتبار أنه حتى يستطيع الهلال يتأهل، خاصة المباريات صعبة جدا، يلعب مباريات خارج أرضه أمام النجم الساحل وبلاتينيوم. حتى المباريات داخل الأرض الهلال زي ما ذكرت أنت معتمد على التوليف الآن، يعني عبد اللطيف بوي وسمو المرغني هم في الأصل لاعبين طرف يمين وطرف شمال، فتم توليفهم في خط الدفاع. المتخصصين فقط عمار الدمازين ومحمد المعتصم، الأول عائد من إصابة وحاليا يخضع على برنامج التأهيل لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل، والثاني يعني ابتعد عن مشاركة المباراة، وعائد من إعارة من نادي حي العرب بالسودان، ولم يعني يمنحه فرصة المشاركة بصورة كبيرة، وخبرته أيضا ليست في مستوى الأندية اللي يواجهها الهلال. وبالتالي كان الأفضل أنه يتم يعني تدعيم خط الدفاع حتى أنه الفريق يكون خطوطه كلها مكتملة متكاملة، ولكن دائما إداراتنا تلجأ إلى الشوق فيما يتعلق بالمحترفين، على اعتبار أنه لاعب جونيور كان لاعب في أندية كبيرة، لعب في الدوري البرتغالي والروماني والبلجيكي، وخاض تجربة في الشرطة العراقي، وهو عاد من هناك، الظروف الأمنية لم يعني تسمح له بالمشاركة المستمرة في العراق، بالتالي أسر البقاء في بلده، ومحامي النادي العراقي طالب برجع ال 110 ألف دولار، هي عبارة عن مقدم العقد. حسب ما رشح في وسائل الإعلام أنه الهلال حيدفع 120 ألف دولار، اللي هي يعني يسدد منها اللاعب 110 ألف، وال 10 ألف حتكون بحوزته، لكن بقية الصفقة ما فيها تفاصيل. اللاعب حيصل اليوم وسيحضر الكشف الطبي، ومن ثم تكتمل إجراءات تسجيله. هو صحيح مهاجم مميز جدا، تجربته في كل الأندية يعني وضع بصمته وسجل عدد من الأهداف، مهاجم مميز، ولكن كانت الأولية ينبغي أن تتم في الدفاع. نتمنى أنه وخلاص اللاعب تم الاتفاق معه، نتمنى أنه خلال الفترة القادمة أنه مجلس إدارة الهلال يهتم ويولي الدفاع اهتمام خاص على يعني محترف، تدعيمه بلاعب محترف ولاعب وطني مميز، حتى أنه يكون فريق في كامل خطوطه بشكل جيد، ويعني يستعد للمباراة القادمة وهو صفوفه مكتملة، حتى أنه يستطيع أنه ينافس على الوصول إلى الدور القادم عبر أول أو ثاني المجموعة. نعم، خصوصا هو يعني فقد لاعب الدفاع السابق محمد عبد الرحمن، اللي هو الآن بيتوجه إلى أو يقترب من الإمارات. نعم، المهاجم محمد الرحمن طبعا لاعب كبير جدا الهلال، يعني بس الإصابات الكثيرة انتقل للمريخ وحقق نجاحات كبيرة على المستوى المحلي والعربي، توج بلقب الهداف البطولة العربية، وكان محط أنظار كل الفرق العربية والوكلاء والسماسرة والفنيين. الإصابة صحيحة بعدته فترة طويلة جدا منذ نهاية الموسم الماضي مع المريخ، وعقده انتهى في 31 أكتوبر الماضي. المريخ يعني تلكأ في التفاوض معه، ويمكن الأزمة المالية اللي يعاني منها مجلس المريخ هي اللي ساهمت في عدم صحيح رابطة المريخ بقطر، بذلت جهود كبيرة جدا وتفاوضت مع اللاعب، وجدت متعرض مغري تكفلت به الرابطة، ولكن اللاعب كانت يعني يمنى نفسه باحتراف في الخارج، هو رغبته الحقيقية في انه يلعب خارج السودان، وهي التي حسمت الأمر. يعني الموضوع ما متعلق بمال، على اعتبار انه الرابطة تكفلت بكافة النفقات السابقة وفاوضت اللاعب وجلست معه أكثر من 3 مرات، وهي أصدرت بيان حول هذا الأمر. اللاعب فضل الاحتراف في الخارج، نادي اتحاد كلبة دخل بطرف في التفاوض وعرض على اللاعب 300 ألف دولار، هو مبلغ كبير يعني إذا غرنا بالوضع الحالي، مجلس إدارة المريخ لا يستطيع الإيفاء بهذا الالتزام.
فبالتالي دي 300,000 دولار للاعب مطلق الصراحه مبلغ كبير، خاصه لان ثلاثه مواسم كل موسم 100,000 دولار خلاف الحوافز والرواتب. فريق اتحاد كلب هو صحيح في ترتيب الوسط يمكن في المركز التاسع في الدوري الخليج العربي الاماراتي، ولكن اللاعب فضل انه يحترف خارجيا حتى يقدم مستوى جيد في فريق اتحاد كلب، ومن ثم يعني يمضي للانتقال لفريق اكبر في الدوريات العربيه. نعم. اليوم يمكن حتكتمل الصفقه بشكل رسمي ويتم الاعلان عنها وتفاصيلها، تم الاجتماع مع اللاعب ووصلوا لاتفاق مبدئي حول الانتقال لاتحاد كلب. نعم. الى سيكافا السودان وكينيا وظهور المنتخب في هذه البطوله. نعم، ظهور خجول جدا يعني مقارنه بظهور المنتخبات والانديه السودانيه في البطولات سيكافا تحديدا. المنتخب الشباب كان في النسخه الاخيره يمكن احرز المركز الرابع، حقق نتائج جيده، ولكن المنتخب الحالي فاجأ الجميع بمستوى باهت، تعادل مع زنزبار في بدايه اول مباراه وخسر من كينيا، ده وضعه في المركز الثالث في الترتيب. اليوم فرصته الاخيره يعني الفوز ليس سواه، اي نتيجه خلاف ذلك يعني يودع المنتخب البطوله من الدور الاول، وهي يعني رغم ان البطوله مستواه يعني ما يعني بطولات سيكافا مقارنه ببطولات الامم الافريقيه الشان المحليين والبطولات الكبيره طبعا يعني ايوه فريق كبير جدا. فخروج المنتخب من الدور الاول يعني حال انه خرج، نتمنى انه يحقق المنتخب الفوز على كينيا على تنزانيا ويتاهل حتى لو عبر افضل التوالد للدور القادم، ومن ثم يرتب اوراقه للمباريات القادمه. نتمنى ذلك. حنسمع مباشره للدوري الممتاز وتفاصيل مباريات الدوري الممتاز. نعم، امس هلال فاشر يمكن عاد للانتصارات وعاد للمباريات بعد فتره طويله بعد الحادث المشؤوم اللي كان في منطقه الموالح، توفى اسره لاعبين، ترحم عليهم المدرب العام محمدين واللاعب عوض كرومه. فتره كانت من احزان النادي، كان في حداد ويعني حتى توقفت التمارين، ولكن الفريق تجاوز حزانه وحقق الفوز على شقيقه هلال كادوغلي بهدف، ارتفع بنقاطه ل 12 نقطه وتوقف هلال كادوغلي في 11 نقطه. نتمنى انه الهلال الفاشر يتجاوز الحزان ويمضي بنجاح في المباراه القادمه، خاصه هو من الفرق المؤسسه للدوري الممتاز، ويعني منذ صعوده حقق نتائج جيده ووصل لمراكز متقدمه. صحيح في العهد الماضي كان فيه اهتمام وكان في يعني ميزانيه مفتوحه ماليه للهلال الفاشر في وجود الوالي السابق، ولكن نتمنى انه الفريق يعني يمضي بنجاح ويحقق نتائج جيده. اليوم يمكن برضه الهلال المريخ استادات محدد ومران الختامي للمباراه. نعم، الهلال مع هلال الابيض في مواجهه مرتقبه. نعم، مباراة صعبة جدا. يمكن الهلال المرة الجولة اللي فاتت يعني خرج من كمين الشوط القضارف بثلاث اهداف مقابل هدفين، كاد ان يخسر النقاط، ولكن في النهاية حقق الفوز وعاد بنقاط غالية. هلال الأبيض مباراة دائما قمة، صحيح الأبيض تراجع كثيرا في الفترة في الموسم هذا الموسم، يعني زمان في المواسم السابقة كان ينافس الهلال المريخ وحقق عليهم انتصارات حتى داخل ملاعبهم، ولكن في هذا الموسم لم يقدم المستوى المأمول. هو الآن في المركز السابع برصيد 17 نقطة، ولكن تبقى مبارياتهم عند القمة قوية وفيها دوافع مختلفة. فمباراة في النهاية هتخدم الهلال بشكل جيد في إطار استعداده لمباراة النجم الساحلي، مباراة هتقام غدا في الجولة 16. الهلال يمكن في المركز الرابع، تراجع المركز الرابع بعد صعود حي العرب، هو يملك 25 نقطة، فبالتالي يسعى الفوز حتى انه يواصل مع فرق الصداره، وفي المقابل الابيض يسعى للدخول لمنطقه الوسط. المريخ ايضا يستعد غادر اليوم لعطبره لمواجهه الامل في اشرس المباريات. يمكن الامل هو يعني قدم عروض جيده جدا هذا الموسم وحقق انتصارات متواصله، حتى انه كان متصدر لحتى الجوله الماضيه كان هو يتصدر الدوري الممتاز، يعيش افضل ايامه هذا الموسم. بالتالي المباراه تكون صعبه جدا على المريخ، على اعتبار انه دائما الامل يعني يهزم المريخ كثيرا في عطبره ويهزم الهلال، وكثيرا ما تعثر الانديه ثنائي القمه بالتعادل او الخساره في عطبره، بتشهد دائما وفاه قويه للجمهور وللاعبي الامل. المباراه تكون صعبه جدا. المريخ الفريق يمكن المريخ متصدر ب 29 نقطه والامل لديه 27 نقطه، فرق نقطتين فقط، حال فوز الامل فيرتقي الصداره، التعادل يخدم المريخ، ولكن في المقابل حال العرب يعني يتربص وينتظر انه عنده 27 نقطة، هو الان في المركز الثالث ولكن بفارق الاهداف الامل يتفوق عليه بفارق الاهداف، اي خسارة للامل فتصعد بحال العرب في المركز الثاني، وبالتالي الامل يسعى جاهد انه يحقق الفوز. وفي المقابل المريخ خبرته اكبر على من الامل في الدوري الممتاز ولديه لاعبين مميزين، فنتوقع انه مباراتين تكون قويات جدا في مباراة الابيض والهلال والامل عطبر المريخ. نعم. كأس العالم للاندية، نذهب مباشرة الى الاخبار العربيه. قطر تستضيف هذه البطوله، السد ابتدر بالانتصار على هيجن، تاهل سيواجه مونتيري المكسيكي. الطرف الاخر هناك الناديين الكبيرين، بطل اسيا الهلال السعودي مع بطل افريقيا الترجي التونسي، صدام
يعني سينتظر كل العالم العربي ويتابع هذا الصدام الكبير بين الناديين وتاريخ كبير وحافل بالمواجهات بين الفريقين. هاتين المباراتين في الطريق إلى فلامينغو البرازيلي وليفربول الإنجليزي ليفربول، طبعا هو مرشح فوق العادة لهذه البطولة، وربما يقول الناس أنه فلامينغو هكذا على الورق يعني، ولكم أنتم حسابات تختلف. صحيح، يمكن المباراة يعني هتكون قوية جدا، مباراة أفرو آسيوية بين الترجي والهلال السعودي. الهلال قدم عروض مميزة هذا الموسم وتوج بلقب أبطال آسيا ويملك لاعبين محترفين على مستوى عالي جدا، ده فرق المحترفين بينه وبين الدوريات الثانية، وخلى إنه الدوري السعودي هو الأقوى عربيا وأفريقيا. سيدي جيفينكو جوميز اسمع. صحيح، وأيضا الترجي لا غير خبرة وتميز عن الهلال السعودي، فبالتالي المباراة هتكون قوية جدا وصعب التكهن بنتيجتها، خاصة أن الفريقين مستوى متشابه، يملكوا في كل الخطوط الترجي يملك لاعبين مميزين جدا وعندهم خبرة، الهلال السعودي أيضا، فبالتالي التكهن صعب بنتيجة المباراة، ولكن الفائز من هذه المباراة سيتأهل للمرحلة القادمة. يمكن قطر تستضيف البطولة للمرة الأولى في إطار استعداد المونديال، أيضا هتستضيف العام المقبل في قطر برضو البطولة، ضم السبع أندية اللي هي السد المستضيف والهلال السعودي بطل آسيا والترجي بطل أفريقيا هيجن بطل الأوغيانا والريفربول بطل أوروبا والمونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأخيرا يعني السبع أندية تنافست بقوة. يمكن ليفربول زي ما قلت فلامينغو منتظرين في نصف النهائي، الفائز من السد يمكن غلب هيجن في المباراة الأولى وقدم عروض جيدة، وهو يسعى مونتيري المكسيكي دائما يعني متواجد في البطولة وحقق نتائج جيدة، وبالتالي المباراة هتكون صعبة جدا على السد على اعتبار أن الفريق المكسيكي فريق يملك لاعبين مميزين وعنده خبرة جيدة في البطولة. السد يسعى أنه استغلال على من أرضه الجمهور حتى يركز ظهوره الجيد في البطولة ويتأهل للمرحلة القادمة اللي هتكون صعبة جدا، ليفربول منتظر وفلامينغو. صحيح يمكن ان حسام البطوله حتشهد بطل جديد على اعتبار انه معظم الابطال السابقين لم يشاركوا في هذه الكورنيشانس البرازيلي، انتر ميلان الايطالي مانشستر وريال مدريد حامل الرقم القياسي بالفوز باربع بطولات وبرشلونه، بالتاكيد سيكون في بطل جديد بين فلامينغو وليفربول هذا الموسم. نعم، يعني من كاس الانديه العربيه حننتقل مباشره الى ملخص الدوريات الاوروبيه، الدوري الانجليزي الاسباني والايطالي. نبدا بالانجليزي. صحيح، يمكن الدوريات تعود بعد نهاية الجولة الأخيرة من دور المجموعات في أبطال أوروبا، الفرق الكبيرة معظمها ترشحت للدور ثمن النهائي. اليوم الدور الإنجليزي هيواجه ليفربول المتصدر بفارق مريح، هيواجه واتفورد مرشح للفوز على اعتبار المواجهة سهلة حتى إنه يبتعد بفارق مريح عن أقرب المنافسين، أيضا هيلعب تشيلسي مع بورنموث، وغدا هتكون القمة بين أرسنال ومانشستر سيتي، معروف مبارياتهم دائما بتكون فيها قوة وشراسة، أيضا هيلعب نوريس سيتي في مواجهة ليستر سيتي الثالث اللي قدم عروض جيدة، يمكن 8 مباريات حقق فيها الانتصار ليستر سيتي هذا الموسم يعني. أيوه صحيح، أرقام إحصاءات كبيرة جدا للليستر، عاد بقوة يعني، كان حقق مفاجأة في عام 2016 توج بلقب الدوري الإنجليزي، عاد بقوة والآن الفرق يمكن 8 نقاط فقط بينه وبين ليفربول، هتكون مواجهات صعبة، يمكن ليفربول مرشح للصدارة في الدوري الانجليزي. الدوري الايطالي هيلعب الانتر متصدر بفارق نقطتين 38 نقطه 36 لليوفي، هيواجه غدا فيورنتينا. الانتر بقى تركيزه كله على الدوري بعد خروجه يعني من دوري ابطال اوروبا، على العكس السيد العجوزه واليوفي تصدر مجموعته الرابعه، هو منتشي هيواجه اندونيسي، مباريات هتكون صعبه عن التنافس على لاتسيو، هيواجه كالياري، لاتسيو الثالث يقدم عروض جيده جدا، حقق الفوز على يوفنتوس وهو عاد بقوه هذا الموسم للتنافس على لقب الكاشيو. في الدوري الاسباني يعني المتصدرين وفي اختبار جيد، يعني ريال مدريد حيواجه برشلونه، حيواجه ريال سوسيداد ومرشح يمكن للمحافظه على الصداره. الريال ايضا مباريات الطريق الى الكلاسيكو. نعم الكلاسيكو، ايوه صحيح، يمكن حال فوزهم اليوم ريال مدريد، حال فوزه على فالنسيا غدا وبرشلونه اليوم فوزه على ريال سوسيداد، يمكن هيكون فك الارتباط في الكلاسيكو 18 الجاري بين الفريقين، يمكن مرشحينهم للفوز اليوم، ولكن يعني الكلاسيكو حيحدد من هو المتصدر ويضع خارطة الطريق في الليغا. نعم، شكرا للسباط، شكرا جزيلا، شكرا لكم وشكرا للمشاهدين. شكرا جزيلا.